نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تنزيل تطبيق كيب كات. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيق كيب كات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف وإعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق كيب كات، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدونه هنا تحديد قم بضغط عليه سيتم تحديد تطبيقكم كيب كات. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط